هل لفظ الجلالة الله هو الاسم الأعظم؟ نعم، هل لفظ الجلالة الله؟ الله جل وعلا أخفى الاسم الأعظم في كل أسمائه، يحتمل كل اسم يحتمل أنه هو الاسم الأعظم من أجل أن تدعوه بها كلها ولا تقتصر على اسم واحد منه، مثل ما أخفى ليلة القدر في رمضان من أجل أن تجتهد في رمضان كله، ومثل ما أخفى الساعة ساعة الإجابة في يوم الجمعة حتى تدعو في كل اليوم فتحصل على الأجر الكثير. فلله حكمة في إخفاء الاسم الأعظم في أسمائه سبحانه وتعالى. نعم.